الجمل من كان صغير قد كده، وكنت أرضعها من أمها. إيه أمها سميتها البلهة، وهي سميتها الهبلة. بلها وهبلة. إيه. بعدين شوي تكبر تصير زي المفرودة. هذه الناقة. أيوة. إيه. بعدين لما تطلع من المفرودة تطلع تصير اللقي والأشياء هذه. كل يعني تكبر شوية، بعدين نوكلها ونشدبها لينا ما تكبر. مربيها. إيه. لينا وصارت كبيرة مرة كبيرة، وصارت زي الجمل. إيه. الجمل الكبير. الشحم. الشحم بلبل يا مطاري سلغنم. ايه عافية. ويلي يا ويلي ويلي ويلي. والله لو يطلبونها مني هادي البلهة يقولوا 250,000 ريال ما أبيعها. تتذب يا السروق تتذب. هذه الهدبة من جايبها؟ سارقها؟ ما سرقت. أباك تقول الحدسي من شوي. ما سرقت. وذا الكلام اللي تقوله أنك مربيها. أنا كذاب. 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 ما سرقتها. منين جايبها؟ شريتها من واحد. من هو؟ اسمه أبو علي. وين في أبو علي؟ جارنا. جاركم. جارنا أبو علي. إيه. يا الرجاجيل. سم. جيبوا لنا هالرجال اللي يقول عنه. أبشر يا شيخ. البلهة. الهبلة مش البلهة. الهبلة. ايوه. الراجل هذا خطير. 1200 عامل وكلها شركات وهمية. يخرب بيته. فين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن في الموقع طال عمرك. هالحين انا وين انابه؟ وانت من انت انت؟ اقول لك الناقة اللي برا هي لك. وش ناقته؟ الهدبة اللي برا. ايه لي وبايعها على هالرجل. ايوه قل لهم يا بعلي احنا ما احنا حراميه، احنا نفهم في البل والابابل هذه. وقل لهم هذا الغنم غنيمه والحلال الكلام هذا. اركض يا ابو حمزه. اسمع يا بليل، اسم الولد وش؟ تراب. يا ابو تراب. ايه تراب في فمك. افا اعطونا السر. اسمع، بلغ قسم الدوريات يجهزوا لنا 4 دوريات بافرادها علشان عندنا مداهمه الموقع. شلطه يسر. هالرجال هو اللي اخذ الهدبه. هالكلام صحيح؟ اي صحيح. اها وش قلت؟ الله ومن الله اني حافظك. لكن هالديميتر اللي جلب على السوق انه ما يدري ولا حاطه بالحوش واني دور راعيه. دميت في عينك بلف شكلك نصاب حرامي. ترى نفهم الحركات هذه والاختام والعمال والحركات هذه، لا تفكرنا ما نفهم. اسمع اقول لك يا ابو تراب. تراب فهمك انت وياه. الهدبه وعقلها الله. هذا اللي سرق الهدبة والمتستر، وهذا اللص المختلس. وفيها 2 في السوق ناشبين بحلزي ما خلوني أسويهم مراح، وفيه مجموعة لاعبة بالسوق أبيكم تأخذونهم. ولا تفتح فمك بكلمة. عندك كلام هناك في الإدارة. أمشوا معانا يلا. أبكنا معهم وأنا راعي الهدبة. إن شاء الله تكون راعي الهبلة. أمشي معانا. ها جيبوهم يا شباب.